انا حالي ايه مع الابتلاء؟ انا حالي ايه لما بتجيلي محنه؟ بصبر بشكر ولا بكفر ولا بنقلب على وجهي؟ فهخسر دنيتي واخسر اخرتي. كل واحد في ابتلاء دلوقتي بيتفرج علينا او بيشوفنا، والحياه ما بتخلوش من ابتلاء. اصبر وتوكل على الله عز وجل، ليس لها من دون الله كاشفه، ليس لها من دون الله كاشفه.